السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كنا نتأسف بأننا كنا كنتمنى الحضور الجماهيري، ولكن أكيد بأنه الوباء اللعين طارد الجميع، وبالتالي أكيد بأنه الشروط الاحترازية بطبيعة الحال هي لا يعلو عليها أي شيء، لأنه السلامة الصحية سواء ديال الجماهير سواء ديال اللاعبين سواء ديال المحيطين بأرضية الميدان، وبالتالي فالسلامة الصحية فوق كل الاعتبار. وبالتالي كيف ما قلت بأنه هذه جائحة تغب المغربي ابني على جناح المفاعل، كاين هناك تسلل بالفعل، كاين هناك تسلل في هذه المحاولة الأخيرة، التسلل كان واضح من خلال هذه التمريرة الأخيرة، لأن يعني بالفعل خطأ بطبيعة الحال، ضربة خطأ فهذه المحاولة الأخيرة كما قلت بأن في خط وسط الميدان محاولة البناء هجوم للمنتخب المغربي، والحكم كيقول ضربة خطأ في هذه المحاولة الأخيرة. إذا ضربة خطأ في هذه المحاولة، نكون موفقين في هذه المحاولة. زيدان ممتاز هذه المحاولة، لوزا عمران هو اللي كان وراء هذه المحاولة الثنائية أشرف حكيمي، ممتازة كانت ممتازة، ولكن كاين تكتل دفاعي كبير ما خلاش ديال اللاعب عمران لوزا، كانت في اتجاه المرمى بشكل مباشر واحترتي طبعا أحد لاعبيها للتسجيل، كورة كانت عالية ولكن غادي تكون سهلة، حارس جيد الحارس جوناس مندي الحل في مثل هذه المواجهات. أشرف حكيمي يسدد، ممتازة تسديدات تستحق التصفيق، وبالتالي هذا من بين الأمور التي نأملها من كبير وراء الآن أيوب الكعبي، ومحاولة كانت جميلة للمنتخب المغربي لاعب أتاي سبور التركي أيوب الكعبي، كان في المغاربة نتابع هذه المحاولة، أي 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 كانت خطيرة، ولكن كان هناك تسلل، مرة أخرى محاولة المرور ممتازة، ولكن هذه فرصة جميلة جدا، أي 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 هذه فرصة جميلة بالنسبة للمنتخب المغربي من خلال الفردية، كذلك يمكن تكون حلول تسديدة، ولكن مرت شيئا ما عالية هادفة عن المنتخب الغيني. أشرف حكيمي يا سلام، أشرف حكيمي يسجل المعلم، يبقى معلم أشرف حكيمي، تسجل في مثل هذه المباراة، نتابع والهدف الثاني، هدف الثاني بالنسبة للمنتخب المغربي، أحسن سيناريو وأشد المتفائلين سيتخيلون مثل هذا السيناريو، أن المنتخب المغربي يسجل في نصف الجولة أي في حدود دقيقة 30. إلياس شاعر بالرجل اليسرى، هدف رائع، هدف يمكن أقول بأنه جميل جدا، هدف بطريقة اللاعبين الكبار جوناس مينديز اليوم أمام منتخب المصري، ضربة النصف هوائية الممتازة ولا أروع كانت أمام الحارس نادر السيد المصري. إذن أشرف حكيمي وأيوب الكعبي، ممتازة، هدف جميل ولا أروع.